القاهرة. محكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية اتهامه بهتك عرض 7 فتيات داخل ملجأ الأيتام اللي هو عمله في الجمل محمد الأمين عقل أصيب بحالة من الصدمة الشديدة وهو داخل قفص الاتهام حاليا. وطبعا القضية من أهم القضايا اللي شغلت المتهم يخرج الآن من قفص الاتهام بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها ضده بالمعاقبة بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية قتل فتيات 7 فتيات داخل ملجأ الأيتام بمنطقة بني سويف.